بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق والخلق، عليه أزكى صلوات الله وسلامه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتقديم درس من دروس المستوى الخامس، الدرس الرابع، الأعداد الصحيحة الطبيعية، الملايين والملايير. نبدأ دائما مع الأهداف. تعرف الأعداد الكبيرة يعني الملايين والملايير تسمية وكتابة بالحروف وبالأرقام، تفكيك عدد في نظمة العد العشري والتعبير عنه بالكتابة الاعتيادية، التمييز بين الوحدات والعشرات والمئات والآلاف والملايين والملايير في عدد معلوم، مقارنة وترتيب وتأطير الأعداد الكبيرة. إذا إن شاء الله قبل أن أبدأ فقط أريد أن أشير، الدرس يحتوي إلى شقين، إذا الشق الأول والشق الثاني. بالنسبة للشق الأول من الأهداف سوف يتم تقديم نفس الأهداف لكن المرة الأولى مع الملايين والمرة الثانية مع الملايير. دائما ما نستهل درسنا بالتذكير. ما هي الأعداد التي تعرفنا عليها؟ إذا الأعداد التي تعرفنا عليها من صفر إلى 999,999. فنطرح السؤال، كيف قرأنا هذا العدد؟ قرأنا هذا العدد بالعد بدءا من اليمين، فنعد ثلاثا، 1 2 3، إما نضع نقطة أو نضع فاصلة. لماذا؟ لكي يفصل بين الفصلين فيسهل علينا القراءة. إذا هذا يسمى رقم الوحدات، رقم العشرات، رقم المئات الخاص بفصل الوحدات البسيطة. ثم نأتي هنا إلى وحدات الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف الخاصة بفصل الآلاف، فنمر مباشرة إلى الجدول وتذكيرهم بالجدول. العدد 9، ما هو العدد الذي يليه؟ العدد 10. السؤال، كيف ننتقل من 9 إلى 10؟ إذا ننتقل من 9 إلى 10 بإضافة العدد 1، فنقول 9 + 1 = 10. ما هو العدد الذي يلي 99؟ العدد الذي يلي 99 هو 100. إذا كيف انتقلنا من 99 إلى 100؟ بإضافة العدد 1، فنقول 99 + 1 = 100. ما هو العدد الذي يليه؟ العدد الذي يليه هو 1000. إذا كيف انتقلنا من 999 إلى 1000؟ بإضافة العدد 1 إلى 999، ونكتب 999 + 1 = 1000. نطرح السؤال، العدد 9999، ما هو العدد الذي يليه؟ 10,000. إذا كيف توصلت إليها؟ كذلك بإضافة العدد 1. 99,999، ما هو العدد الذي يليها؟ إذا أضفت إليها العدد 1، 9 + 1 10، 10، 10 و 10، فنحصل على 100,000 = 100,000. هنا 999,999، وهنا صراحة سوف نبني درسنا. ما هو العدد الذي يليها؟ إذا وكيف ننتقل له؟ كذلك بإضافة العدد 1، فنكتب أو نمثل العدد على جدول العد العشري، 999,999. إذا أضفنا إليها 1 سيصبح لدينا 9 + 1 = 10، نحتفظ ب1، كذلك 10 نكتب 0 ونحتفظ ب1، 9 + 1 = 10 نكتب 0 ونحتفظ ب1، 9 + 1 = 10 نكتب 0 ونحتفظ ب1، 9 + 1 = 10 نكتب 0 ونحتفظ ب1 ونكتب هنا 1. إذا هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك فصل آخر ثالث، هذا الفصل يسمى فصل الملايين. وكذلك نجد في فصل الملايين الوحدات والعشرات والمئات، والرقم 1 يمثل لي رقم وحدات الملايين. يقرأ العدد
المليون. إذا 999 999 يليها مليون. 1 مليون يتكون من 6 أصفار، ونفصل بين الفصول. المليون هو العدد الذي يأتي بعد العدد 999999، ويتكون من 6 أصفار. 99999 زائد 1 يساوي مليون. مثال التالي، وأطلب من المتعلمين قراءته بدءا من اليمين بثلاث. 1 2 3 يضع النقطة أو يفصل. 1 2 3 يضع النقطة أو يفصل، ونقرأ. إذن هذا يكون لفصل الوحدات البسيطة، هذا فصل الآلاف، وهذا فصل الملايين. فنقرأ 4,234,576، ويتم تمثيله على جدول العد. مليون يتكون من 6 أصفار بعد رقم واحد. 1 2 3 4 5 6. 4 مليون زائد 234,000 زائد 576، وتساعدني هذه الكتابة على كتابتها بالحروف أو على قراءتها. فنكتب 4,234,576. إذن هنا لدينا 4,234,576. 4 ملايين زائد 200,000 زائد 30,000 زائد 4,000 زائد 500 زائد 70 زائد 6. الآن نفككه إلى كتابة مختلطة فيها الضرب والجمع. فنكتب 4 في مليون زائد 2 في 100,000 زائد 3 في 10,000 زائد 4 في 1,000 زائد 5 في 100 زائد 7 في 10 زائد 6. مثال آخر، وسوف أرى هل يستطيع المتعلم قراءة العدد أم لا. إذا للفصل بين الأعداد 1 2 3 نضع فاصل، 1 2 3 نضع فاصل، 1 2. إذا فيستنتج هنا أن لدينا رقمين في فصل الملايين. إذا نحاول أن نمثل هذا العدد على جدول العد. إذا 98,943,000 ثم 217. نحاول أن نفككه إلى كتابة جمعية مختصرة. فنكتب 98 مليون زائد 543,000 زائد 217. نكتب العدد بالحروف. 98 مليونا و، إذن عندما يكون لدي زائد، و 540,000 و 217. 98 مليون 543,000 217. أن نقوم بتفكيكه، نكتب 90 مليون زائد 8 مليون زائد 500,000
زائد 40,000 زائد 3,000 زائد 200 زائد 10 زائد 7. نكتب 9 في 10 زائد 8 في مليون زائد 5 في 100,000 زائد 4 في 10,000 زائد 3 في 1,000 زائد 2 في 100 زائد 1 في 10 زائد 7. الآن سوف نعطي عددا يشمل حتى مئات الملايين. 183 مليونا. إذا عندما نتكلم عن المليون نكتب العدد ونضع 6 أصفار، زائد 512,000. إذا نكتب 512,000 يعني 3 أصفار، زائد 694. فنكتب العدد بالحروف، 783 مليونا و 512,000 و 694. أفكك العدد، هنا هنا تساوي 700 مليون. نكتب 700 ونضيف 6 أصفار للمليون، زائد 80 مليونا، زائد 3 ملايين، زائد 500,000، زائد 12 أو 10,000، زائد 2000، زائد 600، زائد 90، زائد 4. الآن كتابة مختلطة فيها الجمع والضرب، 7 في 100 مليون، زائد في 10 مليون، زائد 3 في مليون، زائد 5 في 100,000، زائد 1 في 10,000، زائد 2 في 1,000، زائد 6 في 100، زائد 9 في 10، زائد 4 في 1. الآن سوف نمر إلى التعرف على الملايير، وذلك طبعا بعد أن يتمكن المتعلم من قراءة وتسمية الأعداد بالحروف وبالأرقام والتفكيك وتمثيل العدد على جدول العد العشري وتحديد رقم كل من الوحدات والعشرات والمئات حسب الفصول، ونمر إلى التعرف على الملايير. إذن ما هو أكبر عدد لدينا لحد الساعة؟ تعرفنا عليه، هو العدد 999 مليون، 999 ألف، و999. معرفة العدد الذي يليه، دائما نفس الطريقة التي اعتمدناها في الملايين نعتمدها كذلك في الملايير، نضيف العدد 1. إذا لدينا هنا 9 زائد 1 تساوي 10، نكتب الصفر نحتفظ بواحد، 9 10 نحتفظ بواحد 10، نكتب الصفر ونحتفظ بواحد 10، نكتب الصفر ونحتفظ بواحد 10، نكتب الصفر ونحتفظ بواحد، كذلك تصبح لدينا 10 ونحتفظ في مكان آخر ونكتب واحد، ونستنتج وجود فصل آخر وهو فصل، هنا تلقوا التلاميذ هم الذين سوف يقولون لكم اسم الفصل، وهو فصل الملايير. فصل الملايير يتكون من وحدات الملايير، عشرات الملايير، ومئات الملايير، وبالتالي المليار هو العدد الذي يأتي بعد العدد 999 مليونا، 999 ألفا، 999 زائد 1 تساوي، يتكون من 9 أصفار، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. مثال على السبورة ونحاول قراءة وتفكيك وكتابة هذا العدد بالحروف وبالأرقام. إذا لدينا هنا 364 مليارا، 480 مليونا، 532 ألفا، 477، 364 مليار. إذا كم من رقم سوف يكون هنا؟ 1 2 3،
واحد اثنان ثلاثة ستة ثم تسعة زائد 480 مليونا، يعني 532 ألفا، يعني ثلاثة أصفار، زائد 477، 364 مليارا وأربعمائة وثمانون مليونا وخمسمائة واثنان وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون. إذا نفكك العدد، 300 مليار زائد 60 مليار زائد 4 مليار، هنا كانت 400 مليون، زائد 80 مليونا، زائد 500 ألف، زائد 30 ألفا، زائد 2000، زائد 400، زائد 70، زائد 7. هنا سوف نأتي لكتابة مختلطة، 300 مليار هي 3 في 100 مليار، زائد 60 مليار هي 6 في 10 ملايير، زائد 4 ملايير يعني 4 في مليار، زائد 400 مليون يعني 4 في 100 مليون، زائد 8 في 10 ملايين، زائد 5 في 100 ألف، زائد 3 في 10 آلاف، زائد 2 في 1000، زائد 4 في 100، زائد 7 في 10، زائد 7. إذا الآن سوف نمر إلى الهدف الأخير، هو المقارنة والترتيب والتأطير. نبدأ مع الشق الأول من هذا الهدف، هو المقارنة. إذا القاعدة التي طبقناها مع جميع الأعداد التي رأيناها سابقا بالنسبة للمقارنة والترتيب هي نفسها، سوف نطبقها الآن. إذا للمقارنة نبدأ دائما من اليسار، وقبل حتى قراءة الأعداد الموجودة لدينا يجب علينا أن نعد عدد أرقام كل عدد. إذا نعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا هذا العدد يتكون من 8 أرقام. 1 2 3 4 5 6 7، هذا العدد يتكون من 7 أرقام. إذا العدد الذي يتكون من 8 أرقام هو الأكبر. كذلك ومثال، نبدأ المقارنة من اليسار، وقبل قراءة حتى الأعداد نرى عدد الأرقام التي تتكون منها كل عدد. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا لدينا هنا 8 هنا 8. جيد، الآن سوف نحاول قراءة العدد، طبعا بدءا من اليمين مع العد بثلاثة، 1 2 3 فنفصل، 1 2 3 فنفصل، كذلك ومثال، 3 فنفصل، 3 فنفصل. فنبدأ هنا، ماذا يمثل لنا عدد 3؟ يمثل لنا رقم عشرات الملايين، 37 مليونا، 954 ألفا، 381، كذلك 37 مليونا، 945 ألفا، 381. إذا لدينا في الفصل الملايين لدينا متساوي، نأتي هنا إلى فصل آلاف، إذا لدينا 9، 9، إذا هنا لدينا 5، هنا لدينا 4، إذا 5 كيف هي مع 4؟ 5 أكبر من 4 ونكتب الرمز أكبر. بنفس الطريقة سوف نطبقها في الترتيب. للمقارنة كما الترتيب نبدأ دائما من اليسار، وأول شيء نحسب عدد الأرقام التي يتوفر عليها كل عدد. 1 2 3 4 5 6 7، لدينا هنا 7 أرقام، 1 2 3 4 5 6 7، كذلك 7 أرقام، 1 2 3 4 5 6 7، إذا 7 أرقام. إذن سوف نبدأ برقم وحدات الملايين، لدينا هنا 3 3 3، سوف نمر إلى فصل
آلاف، هنا لدينا مئات الآلاف، لدينا هنا واحد واحد واحد. جيد، سوف نمر إلى عشرات الآلاف، لدينا هنا ستة خمسة ستة. الترتيب تزايدي، يعني من الأصغر إلى الأكبر. إذن ستة خمسة ستة، الأصغر هو خمسة. إذن سوف نكتب هذا العدد، هو 3,154,378، الرمز أصغر. نكمل المقارنة بين هذين العددين، لدينا هنا رقم وحدات الآلاف متساوي، كذلك هنا متساوي. هنا لدينا، نمر إلى فصل المئات، نجد هنا 3 في المئات وهنا 4، إذن الأصغر هو 3. إذن 3,167,382 أصغر من 3,167,435. نفس الطريقة نشتغلها مع الترتيب التناقص. نمر الآن إلى التأطير. هنا سوف نأتي للتأطير بين أقرب عشرتين، بين أقرب المئات، أقرب الآلاف، أقرب عشرات الآلاف، مئات الآلاف، وحدات الملايين، وعشرات الملايين. هو نفس العدد. إذن نقرأ العدد 299,792,458. نريد تأطير بين أقرب عشرتين أو أقرب العشرات. إذن أين هو رقم العشرات؟ هذا رقم الوحدات، هذا هو رقم العشرات. إذن عندما نقرأ العشرات نقرأها لدينا هنا 58. إذن ما هي أقرب عشرة ل58 في هذا العدد والأصغر منها؟ إذن هنا لدينا 50. إذن فنكتب العدد التالي 299,792,450. والعشرة الأقرب إليها والأكبر منها هي 60. 292,792,460. نأتي إلى أقرب المئات. إذن عندما نقول تأطير بين أقرب 200، هنا نركز على رقم المئات. إذن هنا لدينا 400 ونكتب العدد 299,792,400. هنا سوف يكون لدينا 500. 299,792,592,500. عندما يكون التأطير بين أقرب الآلاف نركز على رقم الآلاف. إذن هنا لدينا 2,458، أقرب إليها هي 2000. نكتب العدد، إذن 299,792,000. هنا كذلك ومثال نفس الشيء 3,000. الآن سوف نأتي إلى عشرات الآلاف. عشرة الآلاف هي لدينا هنا هي 9. إذن عدد 299,792,000. 299,800,000. إذن هنا سوف نركز على العدد 7. 700,000. هنا 299,800,000. إذن التأطير بين أقرب مئات الآلاف. هنا سوف نركز على وحدات الملايين. وحدات الملايين هنا لدينا هي 9. إذن 299,300,000. إذن كيف ذلك؟ هنا إذا درنا زائد واحد غتولي عندي عشرة، نحتفظ هنا بواحد غتولي عشرة، نحتفظ هنا بواحد غتولي 300,000,000. نأتي هنا إلى عشرات الملايين. عشرة الملايين، هنا وحدة الملايين، هنا عشرة الملايين. كذلك ومثال سوف نضيف واحد فتعطيني هنا عشرة، نحتفظ هي 300,000,000.
وهنا ستبقى عندنا 29 عفوا 290 مليونا. بذلك نكون قد أنهينا درسنا اليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.